السلام عليكم، معكم حليم محمد، رئيس مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع. نشكر مجلس رؤية الشباب المتمثل بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على جهوده الجبارة في مبادرة عطايا العشر الأواخر. واليوم الحمد لله تم توزيع وجبات خفيفة بالإضافة إلى مصحف مكتوم في مسجد راشد بن مكتوم بمنطقة الورقة، وعلى المصلين بمختلف أعمارهم وجنسياتهم. وكل عام وانتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. في خلال هذه الليلة، لعلها تكون ليلة القدر، شهدنا نحن اليوم المنظمين من مجلس رؤية الشباب في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري روح وحب العطاء والتعاون للعمل الخيري. طبعاً اليوم نحن استهدفنا رواد المساجد في مسجد جامع الشيخ راشد بن مكتوم في الورقاء، ومن خلالها نحن شهدنا أيضاً التعاون من قبل مؤسسات ودوائر أخرى. وأنا شخصياً طبعاً أشكر كل واحد اللي نظم وساهم في العمل الخيري وزرع ثقافة العمل الخيري. وكلكم عيال زايد في عام زايد، وأتمنى أن الخير هذا يدوم، والله يحفظكم ويجزاكم الله خير.